أخرى يؤكد المغرب موقعه الريادي في قطاع صناعة السيارات، فبفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت المملكة رائدة على المستوى القاري وقاعدة عالمية لصناعة السيارات. مبتكر من شأنه تعزيز علامة صنع في المغرب وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات كما أرادها جلالة الملك محمد السادس. راه الاول المخترع في هادشي وهو محمد السادس، سيدنا الله يخليه لينا. هي حنا فرحانين خاصه الانتاج المغربي 100% الحمد لله الانتاج المغربي، ولكن ماشي تمام باش هذاك الشيء الراجل المغربي ديزاين ديال لافوتو شكون اللي عمرو شاف المغرب كاع، ياك حنا كتعنينا هذا الامر 100%. السرورات على المغرب، الحجابات على المغرب، ها هو شتاني لا تقولوا ما جا. قال لك سيدي كنفخوا غير الرويد وكنقولوا رحنا كنصنعوا الطوموبيلات. ويها سيدي كنصنعوا الطوموبيلات، شاء من شاء وابى من ابى. ها انت ضرب لي على هاد التحفه، ضرب لي على هاد السياره الفريده، هاد الفريكيسه. تقدر ما تيقنيش الا قلت لك هاد السياره هي سياره مغربيه، وتقدر ما تيقنيش ان الشركه المصنعه المقر ديالها في كازا ومولاها مغربي. سياره الوحش العراقي النحيله، والاسم الاصلي العراقي. شركه مغربيه متخصصه في صناعه السيارات الخارقه سوبر كار، واللي اسسها البيزنس مان المغربي عبد السلام العراقي، وسمى الشركه بسميته المقر ديالها الدار البيضاء. هذه الشركه دارت كولابوراسيون مع شركه لامبورغيني الايطاليه، ودارت لا برودكسيون لجوج ديال الطوموبيلات مغربيات شهوه منهم، فولغورا والبراق. فولغورا السياره المغربيه اللي خدات معيار الجوده ISO 9001، وتعرض في المعارض الدولية بحال معرض جنيف بسويسرا، وتقدمت النسخة المخصصة للإنتاج في جنيف 2003. وعاد البراق أو لاراكي براق تم التصميم ديالها سنة 2004. هذه الضربة القاضية لديك الكاسيطة القديمة ديال أن المغاربة ما يقدوا يصنعوا والو، ما يقدوا يصنعوا تبرة، مقابلين الصريط والمريط وشي ما يشير. ألا سيدي، المغاربة كيصنعوا السيارات الدق والسكات، ما حدك حاضيني وربي عاطيني. ومنين كنهضروا على صناعة السيارات في المغرب، ما يحسبش ليكم راه كنديروا غير المونتاج ديال لي بياس، ولا راه كنفخر الرويد صافي، ولا راه كنديروا لاسومبلاج ديال التجميع وصافي وتنقولوا راه حنا صنعناها. لا، راه تنهضروا على صناعه محليه من الالف الى الياء. يعني غيولي السويدي كيسوق طوموبيل ميد ان موروكو، وموروكو غتوصل للعالميه، وغينتقل المغرب من الفاعل الاقليمي المهم للفاعل الاساسي العالمي. يوم موتورز التي قامت باحداث وحده صناعيه بعين عوده جهه الرباط سد القنيطرة، وزيدك إنتاج صناعة أول سيارة مغربية كهربائية بدون كربون صديقة للبيئة، غتكون قريبا في كاع شوارع والطرقان في المغرب وفي أوروبا وفي إفريقيا. المخترع المغربي ولد الراشدية ذا جينيوس 55 كينجح في صناعة أول سيارة عالمية تعمل بالهيدروجين وكتعرض في أكبر المعارض الدولية. أول سيارة هيدروجينية في العالم كتخدم بتقنية الكبسولات القابلة للتغيير، كتشارج في 3 دقائق. يعني طوموبيلتك حدك صافي، غادي تاخذ واحد الكبسوله غتركبها وسوق مع راساتك عندك 800 كيلومتر ديال الشارج، ما بقاتش ديك اللعيبه ديال تسنى بالسوايع، تشارج بالضوء. سيارات ناميكس العبقريه، يستاهل اخويا يستاهل، يستاهل وسام الكفاءه الفكريه من درجه قائد اللي اعطاها ليه الملك محمد السادس. وجلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد فوزي نجاح المؤسس المدير لشركه ناميكس بوسام الكفاءه الفكريه. هو ومول شركة نيو موتورز اللي هي شركة ممولة برؤوس أموال مغربية وكتصنع سيارات مغربية 100% هي الوطنية. وبهذه المناسبة وشح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد نسيم بالخياط المؤسس المدير لشركة نيو موتورز بوسام الكفاءة الفكرية. هاد الحلقة سيادي حلقة خاصة وشاخده، بغيناكم عافاكم تفرطاجيوها لأوسع نطاق، خلينا نفقصوا شوية من يهمه الأمر، خلينا من يهمه الأمر يموت بالسم. المغرب هو أول منتج للسيارات في القارة الإفريقية، تقريبا 1,000,000 سيارة كتصنع في المغرب كل عام ولا عزاء للحاقدين. المغرب هو أول مصدر للسيارات الشخصية الأكثر جاذبية في إفريقيا، هو أكبر مصدر للسيارات في إفريقيا ولا عزاء للحاقدين. وإلا سولوك شكون حنا، قول لهم حنا المغاربة فخر العرب أصل إفريقيا لا نعرف المستحيل، قول لهم حنا المغاربة نحن الأسود في
باللغة نصرع كل من طغى، نهزم كل من بغى، ورام شرا للوطن. احنا المغاربة أعرابنا نالوا الحياة، أعرابنا نالوا الحياة، لكننا نلنا الخلود، وصراطنا نهج الأبات، وسبيلهم نهج الجحود. نحن الخطاريف السرات، بعريننا نحن الأسود، بركاننا لا بديات، في ثورة تسع الوجود. فكيفاش بدأت الحكاية ديال صناعة السيارات المغربية؟ الإنتاج زي السنيك، زي التعبان، في نفس اللحظة في 260 سيارة تجيها. ما يمكنكش تصدر 70 دولار ما كانتش قريب واحد الميناء. المصنع ديالنا مرتبط بالميناء بواحد السكة قطار. المغرب ماشي غير فاق في الصباح قال أنا صافي غادي نصنع الطوموبيل ديالي. الرحلة بدأت منذ عقود. 1959 نشأت الشركة المغربية لصناعة السيارات سوماكا، اللي كانت مملوكة للدولة. هي أول مصنع تجميع في عين سبع الدار البيضاء. ديك الساعات الدولة كانت كتفرض رسوم جمركية كبيرة على السيارات المستوردة، هادشي اللي أدى لانخفاض حاد في الواردات. يعني في الستينات المغاربة ما شراو إلا الطوموبيلات اللي كان كيتم تجميعها في الوزينات ديال سوماكا، سوماكا المملوكة للدولة. 1962 بدا التجميع ديال فيات، فيات ومعها سيمكا في المصانع المغربية. تم إنتاج حوالي 2247 سيارة. دخلت رونو في 66، جات سافيم، جات بيجو في 1980، جات سيتروين في 86، ومراها جات واحد سلسلة ديال المصانع الإنتاج، المركبات اللي تابعة لشركات مشهورة بحال رينو، بحال بيجو، بحال بي واي دي. حتى التسعينات عاد باش المغرب يحرر الاقتصاد، غادي يطلق السوق وغادي ينقص من الرسوم الجمركية على الطوموبيلات. ها تما بداو كيدخلوا للمغرب طوموبيلات بونوكاسيون اللي كيتباعوا بثمن رخيص، والكاليتي كتكون ناقصة. دوبل عدد ديال السيارات المستعملة اللي دخلت البلاد ل 70,000 سيارة في تال 5 سنين اللي فاتت، سنة 1992 مقابل 35,000 عام 91. وهنا كانت الضربة القاضية لشركة سوماكا والوزينات ديولا. نقصات البروديكسيون من 20,000 ل 8,400 سيارة عام 1995. داكشي اللي جعلها مهددة بالاختفاء، ومعها واحد نسيج ديال المقاولات ووقعات الحكومة المغربية مع شركة فيات الاتفاقية لتجميع أول سيارات اقتصادية فيات أونو. وفي نفس الوقت زادت الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة. وفي 2003 تم الخصخصة ديال شركة سوماكا من بعد توقيع الدولة المغربية اتفاقية تسمح لشركة رونو أنها تولي المساهم الرئيسي فيها. 2005 استحوذت مجموعة رونو ملكية الشركة المغربية، واحتفل مصنع سوماكا في الدار البيضاء في نوفمبر الماضي بإنتاج سيارته المليون منذ استحواذ رونو على أغلبية الأسهم دياله. خروج الحكومة المغربية ووجود فيات ووجود رونو جذب باقي الشركات في ظل القوانين لا تحابي العمال، وبتعزيز الملكية الخاصة، تنظيم البناء وتنظيم الأراضي، وخلق نظام بيئي متكامل للصناعات حول المغرب. البيئة الصحية لتصنيع السيارات خلات الشركات العالمية باغا تدخل حيت التكاليف ديولها غادي يقلوا. الحكومة المغربية من لقات واحد الإقبال كبير على القطاع، بدات كتعمل واحد المدن متخصصة عبارة على واحد المجمعات لصناعة السيارات. دارت ثلاثة ديال المجمعات رئيسية للصناعة، طنجة، قنيطرة والدار البيضاء. لاندستري لا برودكسيون في المغرب، الانتاج في المغرب. نعم، هادشي اللي دابا خاص تعرفوا، الناس يعرفوا السيارات سيكتور صعيب بزاف، حتى شي حاجه ما سهله، صعيب بزاف. واحسن حنا بريميوم، بريميوم هو بوحدو ماشي بحال رونو ولا فورد، حنا بحال اودي، مرسيدس،